لك جرت السبت مباراتان، حجز المنامة بطاقة العبور لنصف النهائي بعد فوزه على البسيتين بهدفين نظيفين، فيما استقبل المحرق ضيفه غلالي بعد الفوز بالخمسة ذهبا. نور الجاموس ومعه كل التفاصيل. يحولها على روق الايمن، بدايه محرقاوية الان خطيره والتصويب. كافه المؤشرات والمعطيات منحت المحرق بطاقه نصف النهائي قبل البدايه امام ضيفه جلالي، فالمدرب باكيتا ولاعبوه لا يتطلعون الا للانتصارات، وهو ما كتبه حسين جميل مبكرا جدا، بينما منافسه يبحث عن نفسه في الدرجه الثانيه. اضف اليها ان المحرق بالخمسه انهى الذهاب الاولى من الضربه الاولى يسجل، لان المحرق جلالي ورغم معرفته بصعوبه المهمة ورغم معرفته بفارق الإمكانات أمام منافسه، إلا أنه لم يرمي المنديل الأبيض وسعى لاعبوه لتقديم أنفسهم وأفضل ما لديهم، فجاءت تعليمات صديق زويد بإغلاق المناطق الخلفية وانتهاج المرتدات، فيحسب لهم تمكنهم من تهديد منافسهم ببعض الكرات. جماهير المحرق بدت سعيدة على المدرجات ومطالباتها بإضافة المزيد، حاول زملاء إسماعيل عبد اللطيف منحهم إياه في أكثر من مناسبة، فضاع ما ضاع حتى رسم الخبير طريقه بإتقان نحو الشباك معلنا إنهاء الأول بثاني الأهداف. حرام يأتي من هدف والآن سمعة يكمل. بعد الاستراحة ورغم تقدم المحرق وإنهائه الأمور، إلا أن جلالي فاجأ منافسه بالبداية الهجومية، بداية حملت معها عدة محاولات خطيرة وخطورتها لم تكن كافية لمنحه ما أراد، خاصة مع الخبرة الكبيرة للمحرق ومع إضافة التونسي محمد علي منصر للثالث. ثلاثية وقبلها خماسية في الذهاب لم تحبط لاعبي جلالي، من واصلوا البحث عن لملمة جراحهم ولو بهدف على أقل تقدير، وعملية بحثهم جاءت كما تمنوا عبر عبد العزيز خالد. عدت واستمرت وعادت لاعب صعدان جلالي، خطيرة التصويبة في إمكانية نور الجاموس صدى الملاعب.